السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السعادة أخوي بنادم يكون متقرب الله وعارف بينه وبين الله وطلب الله يعطيه شي مرة صالحة باش يكون في العمل ديالو مرتاح ولا كان بنادم قريب الله راه حياته كاملة غادي تكون مرتاحة. بالنسبة للسعادة أنا في نظري حيت اليوم العالمي السعادة هو اليوم، في نظري أنه السعادة بالنسبة لي هي زعما الإنسان كيفاش غادي يحس بالسعادة إلا كانوا الناس اللي حوله تحبوه، كان هو حسن الأخلاق ديالو زوينين. يعني السعادة هي المحيط ديال الإنسان، إلا كان هو كيفرض واحد الشخصية زوينة محترمة أنيق كيعامل الناس طيبين، هذا يعني واحد السعادة، واحد الحاجة ما ملموساش. السعادة يكون وحدك والدي يكون فلوس صافي. السعادة، أن السعادة في حياة المجتمع هي حياة زعما سواء كاش حياة سعيدة كاش مرتاح مع الأسرة ديالو مع العائلة ديالو داكشي، وأن السعادة مكانش السعادة في المجتمع ديالنا المغربي. لا، السعادة ماشي هي الفلوس، السعادة تبقى بحال دابايا الراجل والمرا ديالو كيعيشو السعادة. كل السعادة زعما ماشي ضرورة زعما الفلوس هو السعادة، السعادة كل شي واحد عايش مرتاح هاكا ماشي ضروري الفلوس هي السعادة. أخويا السعادة هي ملي كنشوف وليداتي في الدار بخير وعلى خير الحمد لله، ما مرض ما والو، كنكون مرتاح ديك الساعة كنكون ماشي السعادة أكثر من السعادة. السعادة بالنسبة لي هي بنادم يكون واكل شارب وسميتو ما كيدوق عليك شي واحد الكرا وهادي وعندك فلوس بخير، هادو هي السعادة بالنسبة لي أنا. السعادة هي تكون الحباب ديالك كاملين مجموعين حداك، هادي هي السعادة الحقيقية. انا في نظري السعاده بالنسبه لي هي ملي كنشوف الناس كيبغيوني وتيحتارموني وكيعطوك السلام، سلام خويا بخير، هذيك هي السعاده. اذا اليوم نقدر نحتفل مع الناس نقول لهم فرحوا فرحوا كاملين. يعني خاص بنادم يكون سعيد في حياته ومسند، يكون يعني عايش بخير، يكون خدام خدمه مزيانه مرتاح فيها، وهذه الحياه يتهلا في راسه ويتهلا في والديه. شنو كما داك الشيء كما والدي ولدو تمحنوا عليه تاهو خاصو يكبر تاهو يطلع فيهم يصيفطهم الحاج، وهادي هي الحياه. فوالا اخويا السعاده هي راحه البال، تكون مرتاح في بالك ومع داركم هادي هي السعاده. والفلوس لا كانت تجيب لك الصحه غتكون سعاده، والفلوس ما كتجيب لا صحه لا والو، يعني ماشي سعاده. الفلوس كاع ما كتدوم، كتشوف الحاجه اللي غتدوم لك.